البلد شغل بتاع البي اي دي. الله الله، فهمنا يعني ايه بي اي دي، تمام. وقلنا ان دي كنترولر ده حاجه، ونزود الاي كنترولر عشان ان هو يعمل اوتوماتيك مكان الباس اللي احنا زودناه. وبعد كده قلنا ان احنا ممكن نشتغل على بي اي دي فنزود له دي كنترولر. بس الدي كنترولر ده وظيفته ان هو بيسرع الريسبونس بتاع السيستم، فما بستخدموش الا لو كان الريسبونس بتاع السيستم نفسه اصلا هو اللي بطيء، يعني الريسبونس بتاع السيستم بتاعك بطيء زود له دي كنترولر. بس ده خلي بالك ان انت لو انت السيستم بتاعك بيعاني من ديستربنس عاليه بلاش تستخدم الدي كنترولر. وصل كده؟ طيب الدي كنترولر او البي اي دي عموما، كنا قلنا ان البي اي دي بتاعك هو عباره ان البي عباره عن الاي بي الكلام ده بلس الدي اي مقسومه على الاس الكلام ده بلس الدي بي مضروبه في اس، فده كده كانت الكنترولر بتاع البي اي دي، صح كده؟ وكل دول مضروبين في الايرور، لان الايرور هو اللي بيدخل للكنترولر بتاعك. او ان احنا كنا ممكن نغير الفي اي والكي دي ونعملها بالتايم بتاعها اللي هو تي اي وتي دي، فكانت العلاقه بتاعتك ان كي دي مضروبه في واحد الكلام ده بلس واحد على التي اي مضروبه في اس الكلام ده بلس التي دي مضروبه في اس، وكان البي اي ده هو عباره عن قلت الكي بي مقسومه على تي اي، والكي دي ده هي عباره عن التي بي مضروبه في التي دي، حيث ان التي اي ده عباره عن التايم كونستنت بتاع الانتجريشن، والتي دي ده التايم كونستنت بتاع الانتجريشن بتاع اللي هو مين؟ الديفيجن. وصل كده؟ طيب كل القصه هو انا هختار الجهات دي بقى ازاي؟ يعني انت عايز تعمل تيولنج للجهات، فازاي اعمل تيولنج للجهات؟ قلت لك المره الاولانيه ان انت عشان تعمل تيولنج للجهات اللي هي الجهات بتاعت او البارامترز بتاعت البي اي دي، فانت عندك طريقتين عشان تعمل التيولنج. اما تعملها مانوال او اما تعملها باستخدام طريقه سيجنال اللي هو اللي عندنا دي. قلت لك مانوال عشان تشتغل مانوال، فكل اللي عليك ان انت في البدايه هتفرض الكي اي والكي دي بيساوي صفر، ويبقى عندك السيستم داله في كي بس اللي هو الكي اللي انت كنت بتشغلها في راوس، وبتقول انا بجيب كي كريتيكال، تمام كده؟ هو معناها ان انت خليت الكنترولر كله هو عباره عن جين بس، يعني انا لو خليت الكي اي ده والكي دي بصفر فكل الكنترولر بتاعك هيبقى عباره عن مين؟ عن كي بي، في كي بس داله في كي. بعد ما تخلي الكلام ده بصفر فيبقى عندك الكنترولر بتاعك داله في كي، كل اللي عليك ان انت هتروح تجيب الكي كريتيكال عن طريق راوس او وات ايفر انت هتجيبها باي طريقه، تمام؟ فلو وصلت للكي كريتيكال يبقى ده الكي بتاعتك اللي هي الكي كريتيكال، بعد ما وصلت للكي كريتيكال ارجع تاني ابدا زود في الكي. طب ازود في الكي ليه؟ عشان السيستم يبقى بالشكل ده كده. بحيث ان السكند بيك بتاعتك اللي هي ده اهي، تمام كده؟ تبقى عباره عن ربع من الفيرست بيك اللي موجوده هنا. تاني بيك موجوده عندك على الرسم تكون ابروكسيميشن لربع من الفيرست بيك. كده وقت ما توصل بالشكل ده كده يبقى خلاص اكسبت الكي بي، يبقى الكي بي ده انا عرفته خلاص. وصل كده؟ طيب بعد ما جبت الكي بي ابدا بعد كده الكي اي اللي انت كنت عامله بصفر ابدا زود في الكي اي. ليه ازود في الكي اي؟ عشان يعمل مين؟ سموثنج للكيرف ده، يبدا يظبط الكيرف. يبقى هزود في الكي اي بتاعتك لحد ما الكيرف يظبط معاك، ويبقى انت كده وصلت للكي اي. لو لقيت السيستم بتاعك بيعاني من بطء في الريسبونس بتاعه زود الدي كنترولر، وبالتالي فهتشتغل على الكي دي فتزوده. انما لقيت ان الكنترولر بتاعك الريسبونس بتاعه هو اصلا مش محتاج يتسرع، وبالتالي فانت مش محتاج دي كنترولر، فاشتغل بي اي كنترولر وبلاش بي اي دي كنترولر. وصلت؟ فهمتوا حاجه؟ ده كده كان مانوال ان انت قاعد بتلعب بايديك على المكتب وقاعد بتظبط القصه بالشكل ده كده. طيب وصلت؟ طيب الطريقه الثانيه ان انا هشتغل بزيجلر. زيجلر ده قال لك انا ممكن اعمل لك تيولنج للجهات للبارامترز بتاعت البي اي دي بطريقه زيجلر، هو اللي هيقترح لك الطريقه دي وقال لك ان قيم الجهات هتبقى قيمها بكذا على طول اوتوماتيك. بس خلي بالك طريقه المانوال احسن بكتير جدا من طريقه زيجلر. لان زيجلر هو شغلها كابروكسيميشن ان دي الجهات اقرب جهات انت ممكن توصل السيستم يطلع لك اوتبوت مظبوط. انما مانوال انت في ايدك قاعد بتلعب وقاعد بتحسن في السيستم لحد ما توصل احلى مين؟ احسن كيرف يترسم او احسن اوتبوت يطلع. وصل كده؟ لان انت قاعد شغال مانوال. وبالتالي فزيجلر ده هو ابروكسيميشن ان الجهات دي هي حصل لها تيولنج. وصل كده؟
بس المانوال احسن بكتير جدا من مين؟ من زيجلر، لان مانوال انت في ايديك كل حاجه، في ايديك بتوصل للاوبتيمال بتاعك، وصل كده؟ انما زيجلر مش شرط يوصل لك الاوبتيمال. طيب زيجلر قال لك هنا، قال لك انت اول حاجه هتحسب لي الجين، ايه الجين ده؟ هو عباره عن الكي يو، انا بطلب الكي يو، وبالتالي اللي هو بنسميه الالتيميتد جين اللي هو الكي يو، ده هو عباره عن الكي كريتيكال. الكي يو هو عباره عن الكي كريتيكال. طب وبعد ما جبت الكي كريتيكال قال لك روح احسب لي الفاليو برضه نفس القصه. طب الفاليو ده عباره عن ايه؟ هو سماها في يو اللي هو الالتيميتد فاليو، او سماها تي يو، هي عباره عن 2 باي على الاوميجا. طب الاوميجا دي مين؟ هي عباره عن الفريكوانسي عند الكريتيكال اللي هو الاوسيليشن فريكوانسي، وصل كده؟ فالاوميجا دي هي عباره عن الاوسيليشن فريكوانسي، يعني الفريكوانسي عند السيستم عمل اوسيليشن، فاوسيليشن اللي هي الكريتيكال، صح كده؟ وبالتالي فالكيليو هي عباره عن الكي كريتيكال بتاعت السيستم، والاوميجا دي هي عباره عن الاوسيليشن فريكوانسي، يعني معناها هي الفريكوانسي اللي عند الكي كريتيكال. والبي يو اللي انت عايزها والتي يو هي 2 باي على مين؟ على الفريكوانسي. وقال لك بقى روح الجدول بتاع زيجلر اهو. ده الجدول بتاع زيجلر، فقال لك لو انت شغال بي كنترولر فانت محتاج الكي بي، تمام؟ والكي اي والكي دي هم اللي هيبقوا مصفار، ووقتها الكي بي هو نص في الكي يو اللي انت جبتها، هو نص الكي بي. ولو انت شغال بي اي كنترولر فالكي بي بتاعك هو عباره عن 45% من الكي يو، والكي اي بتاعتك هي عباره عن 54% كي يو على تي يو اللي انت حسبتها. طبعا كده كده مفيش دي كنترول. ولو انت شغال بي اي دي كنترولر فالكي بي بتاعتك هي عباره عن نص عن 6 من 10 مضروبه في الكي يو، والكي اي عباره عن 1.2 من 10 في الكي يو على تي يو، والكي دي عباره عن 75 من 1000 في كي يو تي يو. اما الجدول يجي لك كده او يجي لك بدلاله التي اي، فالتي اي اتجاهات هتلاقي الكي بي ما اتغيرش، هو هو واحد، ده الكي ده البي كنترولر. التي اي هو المفروض عباره عن كام؟ كنت التي اي لو انا عايز اجيب تي اي بدلاله الكي اي كده ازاي؟ هو الكي اي بكام؟ مش عباره عن الكي بي منصوب على تي اي؟ يبقى تي اي بتساوي على الكي اي، صح كده؟ وبالتالي فالتي اي هتلاقيه هو عباره عن قيمه الكي بي على التي اي. فالتي اي ده يبقى بمعنى نهائي، لان انا عايز الكي اي يبقى بكام؟ يبقى بصفر، والتي اي هو مقلوب، صح كده؟ في المقام يبقى ده بمعنى نهائي. تمام كده؟ طيب والمفروض التي اي يبقى عباره عن البي كنترولر اللي هو الكي بي مقسوم على الكي اي، فلو قسمت دي على دي هتلاقي طالع لك القيمه دي، وهكذا وكذا. فيا اما تشتغل بالجدول ده يا اما تشتغل بالجدول ده، وانا كده كده انا اقدر اتحرك ما بين الاتجاهات وبعضها وبين الاتجاهات ومين وبعضها، يعني انت لو عايزها في الصوره دي ماشي، عايزها في الصوره دي ماشي، عايز عندك ده جيفن وانت عايز تخليها فري فهتقدر تعملها، او ده جيفن وانت عايز تخليها في الشكل ده كده تقدر مين تعملها. فاهم مشكلة القصة دي؟ فاهم؟ ايه الاوسيليتور؟ لسه هقول الاوسيليتور اهو. المفروض ما تسألنيش السؤال ده. طيب فاهم مشكلة القصة دي؟ طيب أنا هحل بقى مسألة إزاي؟ تعال نشوف مسألة ونحلها إزاي. حد فاكر كيف الكريتيكال دي كانت بتيجي إزاي والرقص؟ الكي كريتيكال كنا بنجيبها افكركم براوس، افكركم براوس، فاكرين براوس؟ طيب الراجل بيدي لك مساله ويقول لك الجي او اس تساوي 10 على الاس، الاس بلس 10 مضروبه في اس بلس 7.5. بقول لك ديزاين ابي اي دي كنترولر مره يوزنج المانوال تيوننج ومره يوزنج زيجلر. فمانوال انا مش عارف اعمل لك مانوال، مانوال ده عايز ماتلاب سيميوليشن، لان كل شويه تقعد تغير. او لو انت هتعملها بدون الماتلاب هتقعد كل شويه ترسم الريسبونس. فكل شوية هتشتغل تايم ريسبونس وترسم الأول، كل شوية هتغير في الكهان وترسم التايم ريسبونس يطلع شكله ازاي، طبعا
بتو سكيل تمام كده، وبعد ما ترسمها تبدا تشوف السيستم ظبط ولا لا. طب زوده كمان، ارجع احسب التايم ريسبونس اللي هو الواي اوف تي وارسمه تاني، شوف السيستم اتحسن ولا لا، واقعد القصه دي تقعد تزود تزود لحد ما توصل لمين؟ لاحسن فين. وصل كده؟ كمان هو مش هيجيبها لك في الامتحان اكيد، لان هتقعد سنه على ما تقعد تغير. وصل كده؟ لان كل مره كل ما بتزود ترجع تاني ترسم الريسبونس، والريسبونس مش هترسمه كروكي، لا ده انت هترسمه مين؟ تو سكيل يعني بالظبط. وصل كده؟ وترجع تاني تعمل القصه دي، فاهمين يعني ايه بقى اللي انا بقوله اصلا؟ ايوه والله؟ ايوه طيب. انا بتخض طيب تعال نشوف زيجلر بقى. الراجل عايز بي اي دي كنترولر. بقول لك ديزاين. عايز يعمل ديزاين بي اي دي كنترولر. عايز يصمم بي اي دي كنترولر. هنديزاينه بقى ازاي؟ كل اللي عليا ده زيجلر. عشان اعمل بي اي دي كنترولر فانا بي اي دي كنترولر. يعني محتاج الكي يو محتاج التي يو. الراجل قال لك ان كي يو هي الكي كريتيكال والتي يو هي الفريكونسي بتاع الاوسيليتور اللي هو الفريكونسي عند الكريتيكال. طيب هنجيب الكي كريتيكال ده ازاي؟ اسهل طريقه طريقه راوس. راوس كان شغال ازاي؟ راوس كان شغال ازاي؟ راوس كان شغال على حاجه اسمها الكاركترستيك ايكويشن. هو الراجل اللي هنا بيدي لك قال لك يونيتي فيدباك. فراوس اهو شوف طريقه راوس اهو ده شغال على الكاركترستيك ايكويشن. بس خلي بالك الكاركترستيك ايكويشن ده انت لازم تزود لها كي كنترولرز. انت عايز الكي كريتيكال يعني كنت الكي بي بتاعته كريتيكال. يعني السيستم ده كان انا جبت البي اي دي كنترولر المفروض الكنترولر ده هنا والمفروض الجي بتاعتك اللي انت كاتبها اللي هي ال 10 على في اس مضروبه في اس بلس 10 مضروبه في اس بلس 7.5 ويونتي فيدباك اهو وده الانبوتس اللي داخله الريفرنس انبوت اللي هي السيت بوينت بتاعتك اللي هي سي مثلا هنسميها الار اوف اس وده السي اوف اس وده الكنترولر بتاعك. بس الكنترولر في اول مره مش هحطه بي اي دي كنترولر ده انا المفروض عايز الكي كريتيكال بتاعته فهحط الكنترولر كانه عباره عن مين؟ عباره عن جيم اللي هو الكي اللي هو الكي يو اللي احنا بنجيبه ده. وصل كده؟ فالكي ده هو الكي يو اللي موجود ده بس انا مظبط ايه عشان بس اليوم ما تلخبطناش بس. وصل كده؟ وانا كل اللي عليا ان انا محتاج قيمه الكي كريتيكال. يعني ايه كي كريتيكال؟ يعني قيمه الكي اللي تخليني السيستم ده يبقى كريتيكال. يعني ايه برضه؟ اللي هو لما اروح اجيب السي اوف تي وارسمه هتلاقي ان السي اوف تي ده عباره عن مين؟ عباره عن اوسيليتور. وصل كده؟ اللي هي عباره عن سينوسويد. فاحسن طريقه تجيب القصه دي راوس. فراوس كان شغال على الكاركترستيك ايكويشن والكاركترستيك ايكويشن هي عباره عن واحد بلس الجي اتش بتساوي صفر اللي هو مقام الترانسفير فانكشن. بس الجي اتش المره دي مش جي في اتش، لا ده كي في جي في اتش، لان الجي اصبحت كي كنترولر ومعاها الجي الاصليه بتاعت السيستم. فدي اصبحت واحد بلس الكي اللي هو الكي بتاع الكنترولر اللي انت عايزه اللي هو الكريتيكال مضروب في الجي بتاعت السيستم نفسه مضروب في الاتش بتاعتك سواء هو ادالك اتش او اذا كانت يونيتي فيدباك. وبالتالي فاصبحت تبقى واحد بلس ال 10 مضروبه في الكي. الكلام ده مقسومة على الاس مضروبة في الاس بلس 10 مضروبة في الاس بلس 7.5 كل ده بتساوي صفر. منها تروح تجيب الايكويشن بتاعتك هتوحد المقام والبسط على مقام بيساوي صفر ويبقى البسط بتاعك بيساوي صفر فتلاقي المعادلة طالعة لك اس باور 3 الكلام ده بلس 75 اس باور 2 الكلام ده بلس 75 مضروبة في الاس الكلام ده بلس 10 كي الكلام ده بتساوي صفر. فاهم مشكلة؟ لما تلاقي واحد بلس بسط على مقام بيساوي صفر يبقى هو المقام بلس البسط بيساوي صفر. طيب يبقى دي الايكويشن بتاعتك، كل اللي عليك ان انت هتروح ترص الفورمة بتاعت راوس، فاكرين فورمة راوس؟ لا ما عملتش انا اس تكبير اعلى اوردر لو صح؟ اس تكبير اس 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 زيرو. تاخد اول اثنين وتبدا يبقى اصبحت واحد 75 75 ازاي؟ 17.5 10 و7.5 يبقى 17.5
وده 75 ودي 10 كيلو. وصل كده؟ بعد كده تجيب المعامل بتاع الاس عكس المحدد واس، يعني خد الاثنين اللي فوق دول بس عكس المحدد. يعني ايه؟ هو المحدد حسب ازاي؟ ده في ده وده ده في ده، صح كده؟ لا كده في طيب يبقى عشان اجيب القيمه دي يبقى ده في ده ناقص ده في ده واقسم على ده. ده في ده ناقص ده في ده والناتج اقسمه على ده وطلع القيمه بتاعته. فيطلع لك 10 ك ناقص اضرب الرقم ده في بعضه يبقى بقى مباشره ده كده ما بيبقاش عكس المحدد، صح؟ ده في ده ناقص ده في ده واقسم عكس المحدد واقسم. يبقى ده في ده 17 ونص في 75 تطلع لك 312 ونص. الكلام ده ناقص ال 10 ك مقسومه على 17 ونص. يبقى عكس المحدد واقسم، يبقى ده في ده ناقص ده في ده واقسم على ده. ف 17 ونص في 75 1312 ونص ناقص ال 10 ك واقسم على مين؟ على 17 ونص. يبقى ده في ده ناقص ده في ده في سؤال. طب والاس المفروض ده في ده ناقص ده في ده واقسم على ده، فال 10 ك تنزل مباشره. لان انت ضربت ده في ده وما طرحتش حاجه ورجعت تاني قسمت على ده، فال 10 ك تنزل مباشره. عشان اجيب الكي كريتيكال فالناس قالوا لك فراوس خد معامل الاس ده روح سطر. فمعامل الاس بتاع راوس عباره عن 1312 ونص ناقص ال 10 كي مقسومه على 17 ونص بتساوي صفر عندها ده الكي كريتيكال. فاصبحت الكي كريتيكال بقى بتساوي الكلام ده على ال 10 يبقى اصبحت كام؟ 131 وربع. ده الكي كريتيكال. عشان تجيب الفريكونسي عند الاوسيليتور روح خد الكي كريتيكال، ركز معايا، خد الكي كريتيكال وعلى معامل اس على معادله اس تربيع بتاع راوس. تمام كده؟ خد المعامل، خد المعادله بتاع اس تربيع بتاع راوس وعوض بيها بقيمه الكي كريتيكال وطلع منها الفريكونسي. يبقى تاني عشان اطلع الكي كريتيكال خد المعامل بتاع اس بتاع راوس بتاع فورمه راوس سويها بالصفر طلع منها الكي كريتيكال، خد الكي كريتيكال عوض بيها في المعادله التربيعيه بتاعه راوس، تمام؟ طلع منها قيمه الاس هي دي الفريكونسي. فلما عوض بالكي كريتيكال في المعادله دي طلع المعادله دي كده الاول، فالمعادله دي هي عباره عن 17 ونص الاس تربيع بنص كام؟ 10 كي. يبقى عباره عن 17 ونص الاس تربيع بنص ال 10 كي بتساوي صفر. عوض عن الكي ده بالقيمه بتاعته اللي هو الكي كريتيكال هتبقى عباره عن 17 ونص اس تربيع بنص الكي مضروبه في 10 يبقى عباره عن 1312 ونص. الكلام ده بتساوي صفر. منها هتلاقي ان اس تربيع بتساوي نيجاتيف 1312 ونص مقسومه على 17 ونص، فهتلاقي الاس بتاعتك بتساوي موجب او سالب جي رقم. الرقم ده هو ده الاوميجا بتاعت الفريكونسي. ده كلام قديم اقسم بالله. والله تاني تاني الكيو على راوس تاني. راوس شغال على الكاركترستيك ايكويشن 1 بلس جي اتش بتساوي صفر. بس انا هزود كي كنترولر عشان اجيب الجن عشان اجيب الكي كريتيكال، الكي اللي يخلينا السيستم فاصبحت 1 بلس الكي في جي في اتش بتساوي صفر. ظبطتها وحط المقام عشان اطلع الايكويشن بتاعت الكاركترستيك ايكويشن فبص يبقى 1 بلس البسط على المقام بيساوي صفر، واحد المقام هتلاقي طالع لك ان المقام بلس البسط بيساوي صفر. ادي المعادله. اس باور 3 يبقى الفورمه بتاعت راوس اس باور 3 اس باور 2 اس باور 1 واس باور 0. خد اول اثنين نص الفورمه بتاعت راوس بالشكل ده كده. هذا الواحد 17 ونص هنا وبعد كده 75 وبعد كده 10. استنتج فورم راوس عكس المحدد واقسم، يبقى ده في ده ناقص ده في ده واقسم على ده طلعت القيمه.
عايز اجيب اللي تحت هنا خد الاثنين اللي فوق لكن شرع الاثنين اللي فوق الباي اثنين باي اللي فوق يبقى ده في ده واس ده في اللي موجود هنا بس اللي موجود هنا على زيرو واقسمه على ده فتلاقي ال 10 كده نزلت مع على طول ليه؟ لان طلعت ده في ده وما طرحتش حاجه ورجعت قسمت على ده فال 10 كده نزلت عشان تجيب الكي كريتيكال فكل اللي عليك ان انت تاخد معامل الاس بتاع راوس تمام تساويها بصفر فخد المعامل بتاع راوس بتاع الاس اهو بتاع راوس اهو طب كده ساويه بصفر لما سويته بصفر طلع منه الكي فهي الكي بتاعتك اللي طلعت دي هي عباره عن الكي كريتيكال طلعت الكي كريتيكال روح عوض بيها في معادله اس التربيع بتاعه راوس وطلع لي الروتس بتاعتها هتلاقي ان الروتس بتاعتها غصب عنك لازم تطلع موجب او سالب جي رقم ليه اصل الفريكوانس بتاعتك انت بتقول ان السيستم بتاعك كريتيكال يعني معناها لازم الجذور بتاعتك تبقى فين على خط الايماجيني فالاس بتاعتك لازم تساوي موجب او سالب جي رقم اللي هو الرقم اللي هو الجذر ده الروتس ده والمربع بتاعه فدي عباره عن اوميجا يعني زمان كان الناس يقول لك ان الاس بايه ده عباره عن اوميجا ودي بنسميها سيجما حيث ان الاس هي عباره عن سيجما بلس اور ماينس جي اوميجا وده الاوميجا اللي هو الفريكوانسي وصل كده يعني معناها ان لما تاخد الكي كريتيكال اللي انت طلعتها تعوض بيها في معادله اس تربيع وتطلع الروتس بتاعتها هتلاقي الروتس بتاعتك عباره عن اس بتساوي موجب او سالب جي رقم الرقم ده هو الاوميجا بتاعتك هو الفريكوانسي اللي انا عايزه بقى هو الاوسيلات جبته روح عوض بقى في المعادله بي يو بتساوي 2 باي على الاوميجا بقى عندك الكي يو الكي يو وعندك مين؟ البي يو تشتغل بقى شو انت عايز بقى تعمل ديزاين لمين؟ لبي كنترولر ولا بي اي كنترولر ولا بي اي دي كنترولر ومنها تعرف تجيب الكيان وصلت؟ ايه؟ عشان انا التيبل بتاع زيتلر ده اللي في الكي كريت والكي يو ده هو الكي كريت فعشان اجيب البارامترز دي لازم يبقى عندي كي كريت لان هو عمل كل السيستم بتاعه بيزد على الكي كريت حتى المانوال لما احنا اشتغلنا مانوال كان برضه بيزد على الكي كريت ان انا قلت لك وفضلي زودي في الكي يعني كل اللي قلت لك في المانوال شغل المانوال المانوال بتاعك ان انت بتفردي الكي اي والكي دي بصفر وتفضلي تزودي في الكي بي لحد ما توصلي للكي كريتيكال طب بعد ما وصلت للكي كريتيكال ارجعي تاني قللي في الكي بي يعني بعد ما وصلت له ارجعي تاني قللي فيه بحيث ان السكند دي بتبقى ربع الفيرست دي وصلت لهنا ثبت الكي ثبت السيستم يبقى ثبت الكي اللي انت وصلت له فبرضه الكي الجديده بتاعت الكي بي بيزد على الكي كريتيكال وصل كده؟ فكله بيزد على الكي وصلت القصه دي؟ فبعد ما بطلع الكره دي ايه؟ ايه معنى السيستم؟ طبعا المعادله دي كده حبوشي ايه رايك انت المعادله بتاع راوس دي كده طيب؟ ده عباره عن اس تبعيد بلس 75 اس جت صح؟ انتوا مش عارفينها بجد ما بهزرش والله فكرك براوس براوس انت كنت بتدرس ازاي؟ لو حط معامل اس تبعيد هنا ومعامل اس تبعيد تحت ومعامل اس جو فانت بتفوت السطر الواحد بتفوت اوردر فانت ماشي اس تكعيب اس والاس تربيع وبعد كده اس اس 0 ولو بادي الاس اس 5 يبقى 0 و 1 ولو 4 يبقى 4 2 0 وصلت؟ اه شايل براوس مش هنقعد نشرح احنا بس كلام جديد تمام انا مش عايز الحته دي بس خالص يبقى كل اللي عليك بيقول لك انا اقدر احسن منك ايه؟ اقدر احسن منك يبقى كل اللي عليك ان انت هترص الفورمه بتاع براوس حد عنده مشكله في فورمه براوس ده اللي يهمني ما يهمنيش لغه براوس انا يهمني القصه اللي انا عايزها خالص هترص الفورمه بتاع براوس تمام كده
بعد ما رصيت الفورمه بتاع الجاوستيه على المعامل الاس ده اهو، شايف الاس ده اوسيليشن اهو تمام، تاخد البارامتر بتاعه اهو يساوي بصفر، طلع منه الكي، فالكي ده هو الكي كريتيكال، فاهم مشكله؟ خد الكي كريتيكال روح لمعامل الاس تتبع بتاع روز، حتى لو كان روز بادئ مقيس اس 10 مالكش دعوه بالفورمه، انا معادله اس معامل اس ومعادله اس باورتو بتاع روز، هات معادله اس باورتو بتاع روز كده عوض بقيمه الكي، هجيبها ازاي؟ يبقى الرقم ده في الاس باورتو بلس الرقم ده على طول، المفروض في اس باور 0 يبقى هو الرقم ده، حط الكي، الكي كريتيكال وهات لي المعادله حل ده وطلع لي قيمه الاس، هتلاقي الاس غصب عنك موجب او سالب جي رقم، وصلت؟ ليه؟ لان الاس تربيع لازم تطلع منين، فهتلاقي ان الاس بتاعتك طالع موجب او سالب جي، تجرى هنا لما تطلعها كده هتلاقي ان الاس بتاعتك طالع متساوي موجب او سالب جي 8.66، ف 8.66 ده يبقى عباره عن دي هي عباره عن الاوميجا بتاعتك، يبقى ده الاوميجا، ده عندك كي كريتيكال وعندك الاوميجا، كل اللي عليك ان انت هتعوض هنا، كل ده ما مش عايزه خلاص، ده كل ده محتاج قيمة الكي كريتيكال بس والاوميجا، فاصبحت الكي يو هي عباره عن الكي كريتيكال بتاعك، يبقى هيساوي عباره عن كام؟ 131 وربع، والبي يو بتاعتك هتساوي 2 باي على الاوميجا، الاوميجا بتاعتك اللي هي 8.67، روح طلعها بتساوي كام؟ لما تطلع القيمه دي هتلاقي ان البي يو او بتسميها الكي يو بتساوي 0.7255، طلعت الكي يو وطلعت الكي يو، روح بقى للسيستم، هو الراجل كان عايز ديزاين ايه؟ بي اي ولا بي اي دي؟ بي اي دي صح كده؟ يبقى هتبص على ديزاين البي اي دي، تقول له يبقى الكي بي اهو، يبقى البي اي دي كنترولر بيساوي الكي بي، انت عارفه صح كده؟ الكلام ده بلس الكي اي مقسومه على الاس بلس التي بلس كام؟ الكي دي مضروبه في الاس، ده البي اي دي كنترولر. طيب الكي بي كام؟ 6/10 كيو، يبقى الكي بي اهو بيساوي 6/10 كيو، يبقى هيساوي 6/10 مضروبه في كام؟ في 131 وربع، وروح مطلعها. والكي اي اهو بتساوي 1.2 مضروبه في الكي يو على التي يو، يبقى الكلام ده هيساوي 1.2 مضروبه في 131 وربع مقسومه على التي يو اللي هي البي يو اللي هي كام؟ 0.7255، وطلع ويبقى الكي دي كنترولر هيساوي عباره عن 0.075 مضروبه في التي يو مضروبه في التي يو، يبقى هيساوي 0.075 مضروبه في قيمه الكي كريتيكال اهي مضروبه في التي يو اللي هي 0.725. طلعت الكي بي والكي اي والكي دي عوض فيهم كلهم، يبقى انت طلعت البي اي دي كلهم. مشكله؟ عايز ترسم بقى السيستم، يبقى ده اللي المفروض هيتحط هنا مكان الكنترولر ده، واصبح يبقى هنا بي اي دي كنترولر. فاهم مشكله؟ عايز ترسم بقى الريسبونس بعد ما حطيت البي اي دي كنترولر، كل اللي عليك ان انت هتروح تجيب مين؟ السي اوف اس على الار اوف اس، وبعد كده تجيب السي اوف اس، وبعد كده تحولها عن طريق لابلس انفرس وتجيب السي اوف بي وترسم الرسم بتاعك، او تشتغلها على المكتب عادي وتطلع الريسبونس بتاعك. ايه؟ هو انتوا مش عارفين كمان سي اوف اس؟ الاوت بتاعك هتجيب الترانسفير فانكشن اللي هو السي اوف اس على الار اوف اس، ده الترانسفير فانكشن اللي هو جي على 1 بلس جي في اتش، يبقى جبنا الار اوف الاس سي، انا هدي لك الار اوف الاس يونت ستيب، فالار اوف الاس بتاعتك يونت ستيب يعني معناها 1 على الاس، فهتروح تجيب السي اوف اس يبقى هو الترانسفير فانكشن بس موجود في 1 اس، تاخده بقى لابلس انفرس، يبقى انت كده جبت مين؟
السي اوف تي، جبت السي اوف تي المفروض تروح مين؟ ترسم النفي بتاع السي اوف تي. اه مشكلة؟ او بالمثلث. فانا مش هطلب منكم ترسموا السي اوف تي. الان بصرف حتى حد في عنده مشكلة؟ تمام؟ يبقى زيجلر كل اللي عليه زيجلر ما فيهوش اي حاجة. زيجلر انا هجيب لك الامتحان التيبل ده انا هجيبه لك جافي في الامتحان. بس اما هجيبه لك بتاع انتهاءات او هجيبه لك بتاع انتهاءات، فالاثنين مش فارقة. انت كده كده عارف العلاقة ما بين البي اي دي بالشكل ده كده والبي اي دي بالشكل بتاع انتهاءات البي دي. لو انا اديت لك التيبل بتاع مش انتهاءات واديته لك بدلاله التي اي والتي دي، فانت حط البي اي دي كنترولر في الصوره بتاع انتهاء اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن كي بي مضروبه في واحد بلس واحد على التي اي مضروبه في اس، الكلام ده بلس التي دي مضروبه في اس، ويبقى ده صوره البي اي دي بس بدلاله مين؟ انتهاء. وصل كده؟ ممكن انا اطلب منك بعد ما اديتها لك بصوره انتهاء اقول لك هات لي الكيهات. وصلت؟ يعني هدي لك المسألة كده بالشكل كده واقول لك هات لي الكيهات، فانت عارف القصه بتاعت العلاقه بين الاثنين. مش فاهم مشكلة؟ سهلة؟ ايش عايز؟ التيونينج بيتعمل ازاي وقصته بتتعمل ازاي. انا هو معايا كنترولر
هل بقى اي سيستم يحتاج كنترولر واحد ولا ممكن سيستم يحتاج كنترولر كمان؟ طب الكنترولر الثاني ده هيتحط ازاي؟ هيتحط وراه ولا هاخد اشاره من واحد فيهم؟ يعني هيبقى في واحد له بريوريتي اعلى من الثاني ولا الكنترولر ده هيتحط ازاي؟ يبقى السيستم مش شرط يحتاج كنترولر واحد، ممكن السيستم بتاعي اكبر ان انا احط كذا كنترولر عليه مش كنترولر واحد. تعال نشوف اول حاجه. عندي في انواع للكنترولر بتاعتك، ممكن الكنترول يبقى كاسكيد وهشرح يعني ايه كاسكيد دلوقتي. ممكن يبقى الكنترولر يتحط ريشيو وهنشوف يعني ايه، ممكن يبقى فيه فورورد، ممكن يبقى حاجه اسمها اوفر رايت. ايه بقى القصه بتاعت الكنترولر دي؟ ان انا اللي انا بقول لك عليه ان البروسيس ممكن تحتاج اكتر من كنترولر، وكل واحد فيه على حسب طبيعه البروسيس. ندي مثال. اول مثال عندي، عندي مثال زي ده كده. مثال ده الراجل بيسخن ميه، هو عنده غلايه، عنده خط انتاج، ففي ماسوره يدخل فيها الميه جوه كده، بتبدا تلف جوه، وهنا في جاز قاعد بيسخن على الماسوره لحد ما الميه السخنه تطلع بره. بس الراجل ده عايز يتحكم في درجه حراره الميه اللي طالعه، درجه البروسيس اللي طالعه. فعشان يتحكم في درجه البروسيس اللي طالعه ده، فراح بالمنطق خالص ان انا هروح اجيب كنترولر، صح كده؟ الكنترولر ده هيتحكم في كميه الفلو بتاعه الستيم اللي داخل، كميه الغاز اللي داخله اللي هي هتعمل الشعله دي، انا هتحكم في الفالف بتاعه بحيث ان انا اما اعلي الحراره او اوطي مين الحراره، بس بيزد على مين؟ على درجه حراره البروسيس اللي خارج، صح كده؟ فهجيب سنسور يقيس لدرجه حراره الميه اللي خارج. فروحت جبت ترانسديوسر او تمبريتشر ترانسديوسر، ده تي تي يعني تمبريتشر ترانسديوسر. ترانسديوسر يعني سنسور بس باسم عام يعني او سنسور. فجبت تمبريتشر ترانسديوسر يعني سنسور حراره، كل اللي عليه ان هو هيقيس لي درجه الحراره بتاعه البروسيس اللي خارجه عندي، اللي هي بتاع الميه اللي خارجه في الماسوره دي. وبناء على درجه الحراره هيروح يبعتها للكنترولر، والكنترولر هيروح يقارنها بريفرنس عنده اللي هي عباره عن التمبريتشر ريفرنس او السيت بوينت بتاعه. مش انت عندك الكنترولر اهو بتدخل له ادي الريفرنس بوينت اللي هو السيت بوينت، وبتقارنها بالقيمه اللي خارجه من السنسور اللي هو الفيدباك، وبعد كده تدخل على الكنترولر، فادي الكنترولر اللي اسمه تمبريتشر كنترولر، يعني كنترولر وظيفته التحكم في درجه الحراره بتاعت مين؟ الميه اللي انا عايزها. داخل له الضرر، داخل له السنسور بتاعتك اللي هو التي تي اهو، بس الاشاره طبعا نيجاتيف، وهيقارنها بالسيت بوينت اللي هو عايز يوصل لها. وخارج اشاره الكنترولر اهي، خارج اشاره الكنترولر من هنا اهو، خارج من هنا، ده اشاره الكنترولر، وصل كده هنسميها وليكن يو، يبقى دي اشاره الكنترولر. المفروض تروح تتحكم في الفالف بتاع مين؟ بتاع الفيو، صح كده؟ اللي هو الفالف بتاع الغاز اللي داخل ده، بتاع الجاز اللي موجود. فهيروح يتحكم في الفالف بتاع الجاز فيو. وبناء على درجه الحراره دي هيبدا يتحكم في الجاز. وصل كده؟ فيها مشكله؟ لحد الان مفيش مشكله، زي الفل. تعال نشوف. اللي ممكن يحصل في السيستم ده ممكن يحصل ديستربنس عليه، صح ولا غلط؟ ايه الديستربنس؟ ان المفروض لو درجة الحرارة بتاعت البروسيس دي قلت، لو درجة الحرارة بتاعت الووتر دي قلت، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الايرور عالي، صح كده؟ العلاقة بين السيت بوينت والقيمة دي هتبقى عالية، صح كده؟ وبالتالي فالكنترول المفروض يطلع اشارة الكنترول تفتح الفالف ده أكتر شوية. والعكس لو درجة الحرارة هنا كانت زادت، فالراجل هيقارنها بالسيت بوينت لأهم زادت، فالكنترولر يطلع اشاره كنترول بحيث ان هو مين؟ يقفل الفالف ده شويه، وكلهم بالنسبه وتناسب على حسب، هي كانت درجه الحراره زادت ده قوي فهيقفل قوي، لو درجه الحراره قلت زايده شويه صغيرين فهيقفل شويه صغيرين، فهيظبط القصه دي. المشكله بقى مش في كده. حد الان السيستم زي الفل. المشكله ان البروسيس دي دايما بتبقى بطيئه. يعني ايه البروسيس بتبقى دايما بطيئه؟ يعني معناها ان حركه الفلو بتاعه الميه اللي هنا ممكن تكون سريعه وممكن تكون بطيئه. يعني ايه برضه؟ مش الميه اللي هنا داخله بضغط؟ صح؟ مش في فلو ماشي؟ لو الميه دي ماشيه سريعه قوي ايه اللي هيحصل؟ مش هتلحق تسخن، فالكنترولر يفتح الفالف عشان يسخن، صح؟ طب لو ماشيه بطيئه هياخد وقت طويل على ما يبني على ما يسخن، صح كده؟ فلو الميه دي ماشيه بطيئه سلولي كده قوي، تمام كده؟ ايه اللي هيحصل فيها؟
فهتبقى ماشيه بطيئه. فماشيه بطيئه فمعناها ان هي بتتعرض للتسخين وقت اطول منين؟ من لما تكون ماشيه سريعه. فالكنترولر هيقفلك الفالف ده سريع، ودي الطبيعي بتاع السيستم، ان البروسيس بتاعتك بتاع السيستم دايما بتبقى بطيئه. فكميه الميه اللي ماشيه هنا كبروسيس الديفولت بتاعي بيبقى بطيء. وصل كده؟ يبقى خلاص احنا هنشتغل على البطيء. طيب لما اشتغلت على البطيء فالكنترولر ارى الاشاره اللي هنا، فلما ارى الاشاره اللي هنا لقى ان الميه سخنت قوي، فراح عمل مين؟ قفل الفالف. فقفل الفالف بسنه بحيث ان ظبط الكنترولر. فاهم مشكله؟ حصل بستان على الفالف وظبط اول سيستم، والسيستم بدا يشتغل وزي الفل. ده كل ده في البدايه قبل ما بدي ستارت السيستم اللي هو بتعمل له تجارب. وصل كده؟ ان انا بظبط الكنترولر على حسب البروسيس، فالبروسيس بقت تمام بيزد على ان البروسيس ماشيه بطيئه، فظبطت الفالف، فالفالف بقى الفتحه بتاعته مظبوطه بمقدارها قد ايه، بحيث ان هو ده اللي هيسخن الميه، بحيث على ما تلف البروسيس دي كلها يكون انا وصلت لدرجه حراره انا عايزها. فاهم مشكله؟ طيب المشكله بقى اللي ممكن تحصل ان الفالف ده يحصل عليه ديستربنس، وات ايفر الديستربنس ده حصل ازاي؟ ممكن عطل فيه، ان الفالف ده حصل ان فيه عطل فيه اتفتح زياده عن اللزوم او اتقفل زياده عن اللزوم. فالفالف ده حصل فيه ديستربنس. فلما حصل فيه ديستربنس ايه اللي حصل؟ اللي حصل درجة الحرارة باظت، إما زادت أو إما مين؟ قلت. لما درجة الحرارة باظت سواء زادت أو قلت على حسب الديستربنس اللي حصل على الفالف ده، فتحه أكتر أو قفله أكتر، فكده كده درجة الحرارة اللي طالعة هنا مش هي دي اللي أنا عايزها. والبروسيس بتاعتك مين؟ بطيء. يعني معناها ان الكنترولر ده على ما يحس ان حصل ديستربنس على الفالف خد وقت طويل، لان الفالف حصل له ديستربنس. فالتمبريتشر ترانسديوسر ده مش هيحس ان حصل ديستربنس غير لما الميه توصل لهنا الجديده اللي هي اللي حصل عليها ديستربنس، صح كده؟ والبروسيس بتاعتك ماشيه بطيئه، فالراجل ده مش هيحس ان حصل ديستربنس على الفالف غير بعد مين؟ بعد فتره طويله. ليه؟ لان البروسيس بتاعتك ماشيه طويل. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت؟ تمام كده؟ يبقى المشكله بتاعتك ان الكنترولر ده على ما يحس ان حصل ديستربنس في السيستم خد وقت طويل، ما حسش في نفس اللحظه بتاعت الديستربنس. ده قعد وقت طويل وبعد كده بدا يحس ان في ديستربنس. وبعد ما حس ان في ديستربنس بدا ياخد الاكشن. ولما خد الاكشن فبدا يقفل الفالف، بس البروسيس مين؟ بطيئه. وصل كده؟ فاصبحت الفتره اللي البروسيس فيها باظت، درجه الحراره بتاع الميه باظت فيها، اصبحت وقت طويل جدا. وصل؟ وانا بالنسبه لي في البروسيس ده انا محتاج ان اي ديستربنس تحصل على طول مين؟ اعالج الديستربنس، مش هستنى الوقت الطويل ده. يعني ايه برضه؟ يعني انا المفروض اوصل لدرجه حراره سين وليكن كده. السيستم في البدايه كان ماشي زي الفل اهو بدرجه الحراره اللي انا عايزها. حصل ان الفالف مين؟ قفل شويه، صح كده؟ فدرجه الحراره بدات مين؟ بدات تقل، فقل. على ما الكنترولر بدا يحس بيها كان خد وقت طويل، وبدا بعد كده يظبط السيستم. مشكلتي ان هو خد وقت طويل على ما يرجع السيستم ويعمل له ريكفر للسيستم تاني. وصل كده؟ انما كل اللي انا محتاجه ان السيستم المفروض يبقى ماشي بالشكل ده كده، ولو حصل له اي ديستربنس على طول يتعالج. ما ياخدش وقت. وصلت؟ ما يفضلش وقت طويل درجه الحراره مين؟ تحت، اصل ممكن ده يكون تفاعل داخل في تفاعلات. فالتفاعلات لما يحصل بالشكل ده كده ممكن يطلع مين؟ يطلع ايه؟ التفاعل كله بايظ، صح كده؟ فممكن ينتج بقى غازات سامه والقصص بتاع والكاتاليست والحاجات اللي هي القصه بتاعت الكاتاليست والحاجات دي. فاهم مشكله القصه دي؟ تمام كده؟ طيب وبالتالي فالسيستم ده بايظ. طب هنعمل له ايه؟ حد يخترع اي اختراع؟ لا ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزينه، احط كنترولر على الفالف نفسه. فاصبح بدل ما الكنترولر ده يبعت للفالف، لا ده انا هعمل كنترولر على الفالف نفسه. فهروح اغير ده كده.
واروح اجيب مين؟ هجيب فلو ترانسديوسر هنا، يبقى فلو ترانسديوسر هنسميه لابو اف دي، عباره عن ترانسديوسر سنسور بيقيس كميه الفلو اللي خرجت من الفالف. لو كميه الفلو اللي خرجت من الفالف مش هي اللي المفروض تخرج، يبقى الفالف حس بيها على طول، صح كده؟ مش هيستنى لحد ما يسخن وبعد كده الكنترولر بتاع التمبريتشر يبدا يحس. وصلت؟ يبقى هجيب سنسور هنا للفلو. طب وبعدين؟ ياخد فيدباك كده على كنترولر بتاع مين؟ بتاع الفلو. يبقى هجيب فلو كنترولر، يبقى هجيب كنترولر يتحكم في الفالف ده، يتحكم في كميه الفلو اللي داخله هنا. وصل كده؟ طب والاشاره بتاعت الكنترولر هياخدها منين؟ ياخدها من الاشاره بتاع الكنترول سيستم. ما هو الراجل ده كان حسب له هو يفتح مقدار قد ايه في الاصل، صح كده؟ فقال له سي ولا يقول يفتح الفالف ب 20%. فالستاندرد عنده ان الفالف يفتح بكام؟ 20%، فثبت 20%. طيب هو هيفتح الفالف ب 20% والمفروض يوصل عند نسبه فلو، فلقى ان الفلو باظت، يقارنها من 20% لقاها باظت، فيروح مظبطها تاني، ده راجع من 20%. فاصبح لو حصل اي ديستربنس هنا مباشره، فالسنسور ده اللي بيقيس كميه الفلو بتاع الفيول اللي خارجه من الفالف هيبدا يتست عليها، انت مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ مظبوطه يبقى مين؟ يبقى تمام. مش مظبوطه، الكنترولر هيبدا يلاقي ان في ايرور، فلما يلاقي ان في ايرور يبدا يعرف مين الايرور على الفالف ويقفل او يفتح الفالف على حسب اللي حصل. بس ده تمبريتشر، بس ده خد اشاره الكنترولر منه، فاصبح الكنترولر ده هو المين كنترولر، صح كده؟ والكنترولر ده بقى كاسكيد لوك، فالكنترولر ده بيتحكم في الفلو اللي هي بتتحكم في البروسيس الاصليه اللي هي الميه. البروسيس الاصليه دي مين؟ تسخين الميه، صح؟ ده مش ده البروسيس الاصليه؟ طيب وبالتالي فالكنترولر المين بيتحكم في البروسيس المين. وصلت؟ بس في دخل في النص حاجه، ايه اللي دخل في النص؟ ان الكنترولر المين بيتحكم في الكنترولر اللي هو بتاع الفلو ده اللي هو السكندري بالنسبه لي، اللي هو بيتحكم في البروسيس السكندري بالنسبه لي مش البرايمري بتاعي. وهي نفسها اللي بتتحكم في البرايمري. فاصبح السيستم القديم كان شكله كده على السيستم القديم الاصلي. السيستم الاصلي كان هنا، كان داخل السيت بوينت بتاعه الحراره اللي انا عايزها، والراجل ده الكنترولر بتاعه التي سي اهو، ده الكنترولر بتاع التمبريتشر، والبروسيس الاصليه بتاعه الميه اهي، ادي البروسيس بتاعتك الاصليه اللي هي بتاعه الميه، والخارج بتاعك اللي هو درجه الحراره بتاعه الميه هياخدها عن طريق تمبريتشر اللي هو عباره عن مسمينه اللي هو تمبريتشر ترانسديوسر ويروح يقارنها. فده كان السيستم الاصلي، صح؟ طيب لما زودت بقى كنترولر هنا اصبح السيستم بقى شكله ايه؟ اصبح السيستم بقى شكله بالشكل ده كده. بقى في عندك الكنترولر بتاع التي سي ما اتغيرش اهو، بس راح يتحكم في مين؟ يتحكم في مين؟ في كنترولر الفلو، صح كده؟ بس بيتقارن مع القيمة اللي جاية من الترانسديوسر. يعني أصبح إن القيمة بتاعت بتاع الكنترولر الأولاني بيتقارن مع القيمة بتاعت الترانسديوسر بتاع الفلو، تمام؟ عشان تروح تتحكم في مين؟ في الكنترولر بتاع الفلو. فده أصبح ده الإف كنترولر، والخارج بتاعها هيتحكم في البروسيس بتاع الفالف، وخارج الفالف باخده على سنسور اللي هو مسميينه اللي هو عباره عن الفلو سنسور ترانسديوسر، يروح يتقارن بالاشاره اللي جايه من الكنترولر بتاع التمبريتشر، وخارج الفالف اللي بيروح يتحكم في البروسيس الاصليه. والبروسيس الاصليه بروح اتحكم فيها عن طريق التمبريتشر ترانسديوسر، تروح تتقارن. وصلت؟ ثابت؟ ده كده الشكل بتاع جسمه يبقى زي الكاسكيد. كاسكيد يعني كنترولات ورا بعضها، كنترول بيتحكم في كنترولر، بيتحكم في كنترولر، بيتحكم في كنترولر. ده حلو، بس في مشكلة. إن لازم الكنترولر ده يكون أسرع
لثلاث مرات على الاقل من الكنترولر اصلا. اصل لو الكنترولر ده بطيء انت عملت حاجه، انت كل هدفك ان انت عايز تسرع الاكشن، عايز تسرع ان انت تحس بالديستربنس والاكشن بتكتب الديستربنس عشان حاجه صح. وبالتالي فالكنترولر اللي هو اللي انت زودته اللي هو اللي في النص ده لازم يكون على الاقل اسرع بثلاث مرات من الكنترولر الاصل اللي هو الاصل اللي هو ده، لان لو ما كانش اسرع بثلاث مرات فما جبتش اي لازمه. انت زودت نفسك تكلفه كنترولر على الفاضي، انت هتعمل كنترولر بغض النظر بقى هو بي اي دي ولا نوع ايه تمام، وسنسور، وتبدا تشتغل كالبريشن للكنترولرز وقصه من دي. فانت زودت عن نفسك تكلفه على الفاضي مع ان البروس بتاعتك مين ماشيه زي ما هي، او بالعكس ممكن تكون ابطا من مكان لو كان الكنترولر ده كان بطيء. وصلت؟ هو انا ليه السنسور بتاع اللي هو ما كنتش منه بسرعه فين؟ يعني كنت ده تمبريتشر كنترولر، هو كنترولر بيست على التمبريتشر بس. وصلت؟ فمشكلة القصة دي، يبقى أنت بحتاج للكاسكيت كنترول لو كانت البروسس بتاعتك بطيئة. لأن كانت مشكلة السيستم ده إن البروسس بتاعته مين؟ بطيئة، وصل كده؟ فاحتجت كنترولر عشان يعالج المشكلة، ما يستناش لحد مين؟ ما توصل الإشارة للكنترولر عشان يحل المشكلة. حد عنده مشكلة؟ طيب لو أنا قلت لك إن أنا عندي، وبالتالي فالديفولت بتاع خلاص ده كاسكيت، حد فاهم القصة ماشية إزاي؟ مش هتقول بس هتقول أسئلتك. ايه الكنترولر هنا اصلا؟ عايز نسميه صناعه مش احنا ما بنعملش حاجه بي اي دي كنترولر. ايوه ده ايه برضه؟ البي اي دي؟ الديزاين؟ كديزاين يعني كبي اي دي شكله ايه؟ ده لسه المحاضره اللي بعد الجايه. يعني هو في حاجه هنعمله بخمس حاجات. كام؟ باربع حاجات. يعني هو ده موجود عملي كده؟ هنديزاينه باربع حاجات. هنديزاينه بسيركتس مقاومات ومكثفات. وهنديزاينه بحاجات ميكانيكا، وهنديزاينه بحاجات الكتروميكانيكا، وهنديزاينه بأوبريشنال امبليفاير. يبقى كده اربع حاجات. وصلت؟ انت برضه سألت السؤال ده قبل كده. الديزاين بتاع البي اي او بي اي دي كنترولر هو عباره عن ايه بقى؟ هو سيركت. اسهل حاجه لنا ان احنا نديزاين سيركت. سيركت عباره عن ايه؟ هي عباره عن مقاومات ومكثفات وكابل. احنا هنديزاينها، هنرسم السيركتس بتاعتها ونخليك تقعد تشتغل وتديزاين. وصلت؟ تمام؟ هو اللي انت تعمله ككارتة ككوبي، او اللي انت تعمل البي اي دي ده ككود. يعني انا ممكن اعمل بالاردوينو واشتغل بي اي دي على الاردوينو. وصلت كده؟ فاهمين القصة دي؟ يعني بدل ما ديزاين البي اي دي نفسه كسيركت يبقى كارت البي اي دي، لا انا ممكن اكونه يبقى كود بي اي دي نازل على اردوينو او بيك او وات ايفر على حسب الكارت يعني. هنعملها كده وهنعملها كده. الرسمة بتاع الكاسكيت بقى، لو انا عندي مثلا بص الرسمه الاصليه بقى ايه؟ ارسم لك رسمه جنرال مثلا من ثلاثه مثلا الكنترولر ورا بعض، هبترسم كده. ده الانبوت الاولاني، ده الكنترولر هنسميه البرايمري مثلا، هنسميه سي 1. خليكم معايا بالمسميات، هنسمي ده سي 1 يبقى هو متحكم في بروسس 1، وسي 2 يعني كنترولر 2 متحكم في بروسس 2، وسي 3 متحكم في بروسس 3. وصل كده؟ او سمي ده المين والبروسس مين والسكات وهكذا بشكل. بس هي واحد هيتحكم في بروسس واحد ليه لاخر بروسس. وده التمبريتشر، ده السنسور بتاعها هنسميه وليكن سنسور واحد. ده هيروح يبعت الاشاره تتقارن مع السنسور الثاني بتاع الكنترولر عشان يتحكم في الكنترولر الثاني اللي ماسك مين. وصل كده؟ يتحكم في بروسيس 2. وبروسيس 2 هاخد خارجها تبقى اشاره بتاعت السنسور بتاعه يبقى ده اس. فاكرين ولا فاهم ازاي؟
الراجل ده يتحكم في كنترولر ثالث، فالكنترولر الثالث المفروض هيقارن بالسنسور بتاعه، يبقى ده عباره عن مين؟ الكنترولر الثالث يتحكم في البروسيس رقم 3، وخارج البروسيس رقم 3 ده هو عباره عن السنسور الثالث. وتفضل ماشي العمليه دي كلها لحد ما تقفل، يعني لو هما ثلاثه هتروح لحد اثنين، طب مش ثلاثه هتفضل تزود في النص نفس ده لعبه زي كده. فخلي بالك ده لازم الكنترولر الثالث ده يكون اسرع بثلاث مرات من الكنترولر الثاني، ولازم ده يكون اسرع بثلاث مرات من الكنترولر الاولاني، عشان يبقى معناه ان البروسيس بتسرعها بدون ما انت تكلف نفسك، يعني مش معناه ان انت كلفت نفسك بتعمل كنترولر وفي نفس الوقت انت ما عملتش حاجه او السيستم بقى افضل. فلازم شرط وحيد ان لازم الكنترولر الكاسكيدد اسرع بثلاث مرات من الكنترولر اللين بتاعه. فيها مشكله؟ على الاقل يكون اسرع من ثلاث مرات. الساعه كام؟ 10 خلينا ناخد الاوفر رايد. خلاص المره الجايه نجيب ميشن.